اخترت اكون مقاتل، اخترت اكون فدائي، وفي اي وقت جاهز للموت في سبيل بلادي. انا الغايب الحاضر، انا اللي عمره في يوم ما مات. انا ابنك يا مصر، انا اللي ضحى بروحه ليكي، انا اللي كنت بخاف عليكي. وعلشان تعيشي يا مصر كل يوم بنقدم شهيد. شهدائنا في قلوبنا، يوم الشهيد 9 مارس.